إذن عن تداعيات مجزرة جبلة في محافظة بابل التي راح ضحيتها 20 مدنيا بينهم أطفال، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله مرحبا بكم. يعني كما تعرفون تتوالى تداعيات مجزرة جبلة، أيضا تتصاعد الاستنكارات لما أصبح مشهدا شبه يومي من جراء طبعا انفلات السلاح وبالتالي قتل المدنيين. بداية، كيف يمكن النظر لهذه المجزرة أستاذ عبد الله؟ تحية طيبة لك ولمشاهديكم الأكارم. مسلسل المجازر في العراق بعد الاحتلال مستمر باستمرار العملية السياسية وحكوماتها المتعاقبة، وهذه ليست المجزرة الأولى ولا الأخيرة بداية، ولكن يعني هذه الجريمة هذه تعتبر من الجرائم النوعية التي لها تداعيات نفسية وخطيرة على المجتمع العراقي. هذه تعمق الأزمة والخوف الذي ينتاب المجتمع العراقي من مؤسسات الدولة العسكرية وميليشياتها والعصابات الموجودة المنتشرة تحت غطاء الكتل السياسية وأحزابها. هذا وفي الأمر الطبيعي أن يكون المجرم مواطن وتقوم أجهزة الدولة بتحييده وعقابه حماية إلى المجتمع، لكن لما تكون الدولة والحكومة هي اللي تقوم بالجريمة، هذا بكل الأركان بكل التعاريف هذا يعتبر إرهاب دولي ضد مجتمع. هذه هي المشكلة الكبيرة في هذه المجزرة، هذا إرهاب دولي ضد مجتمع. هذا رجل مدني بغض النظر عن التوصيفات التي ألحقت به زورا، لكن مجتمع مدني، ولكن هذه جريمة دولة تقوم بها ضد أستاذ عبد الله. هذا يعتبر إرهاب دولي. طيب، في ظل الرواية الحكومية التي كذبها شهود العيان وأيضا ذو المغدورين، كيف تنظر لتعامل قوات سوات بنيرانها المستخدمة مع فرد متحصن بمنزل فيه أطفال؟ هذا يقودنا إلى أكثر من يعني من بحث لازم نبحث. أولا، هذه قوات سوات ونحن نعرف كم صرف عليها للتدريب خارج العراق بمعسكرات الدول العربية، لا أريد نذكر اسمها، وفي أمريكا دربت بأعلى المستوى. هل معقول هذه التدريبات تقوم بهذه الطريقة والهمجية الهجوم؟ هذا الهجوم يعبر على أن هذه القوات التي استخدمت لمهاجمة هذا لا تعرف شيء عن سياقات الهجوم على بيت محصنة فيه بالتأكيد فيه أبرياء وفيه مدنيين ومهما كان الموجود المتحصن. وكل الروايات تثبت أن الجريمة مستهدف بها المواطن العراقي وليس شخص رحيم الغريري الله يرحمه. أستاذ عبد الله، نعم، تفضل. مع استخدام القوات الحكومية لتصفية الحسابات بين المسؤولين والمواطنين، حضرتك تفضلت قبل قليل ووصفتها بأنه إرهاب الدولة ضد المجتمع، هنا ما الذي يفرق بين القوات النظامية أو ما الذي يفرق القوات النظامية عن الميليشيات إذن؟ هذه القوات النظامية يعني وصفناها بأكثر من لقاء. هذه هي جاءت أكثرهم ضباط دمج، وبعدين فيها عناصر غير عراقية تملك من الحقد على الشعب العراقي ما لم يملكه بشر، فتستغل أي فرصة لتفريغ هذا الحقد وقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين وبأبشع الصور. هذه دليل على أن هذه القوات هي تستهدف المواطن العراقي البريء ولا تستهدف الشيء الذي يحميه نهائيا. وبعدين هذه الممارسات ليست هي الأول، هذه القوات تعرف تماما أن قيمة المواطن العراقي أو والدم العراقي رخيص جدا أمام الدولة وأمام المجتمع أمام الأحزاب والكتل السياسية، لذلك لا تهتم بقيمة الدم العراقي، تريقه أينما تريد وبطريقة طريقة تشاء، لأنه لا يحاسبها. وكل الممارسات اللي مارستها الميليشيات والعصابات والحكومة تدل على أن لا قيمة للدم العراقي في التعاملات. فلذلك فضل. نعم أستاذ عبد الله، ولكن الكاظمي قال بأنه سيفتح تحقيقا للوقوف على ملابسات المجزرة، هل يمكن أن نعول كمجتمع عراقي على اللجان التحقيقية التي تفتح؟ يعني مسلسل اللجان حقيقة يعني مسلسل
يعني تافه جدا بنظر العراقيين. العراقي اليوم مثل ما سمعنا في تقريركم، المواطن العراقي يعرف كيف ستكون اللجنة وما هي مقرراتها وما هي نتائجها. هذه اللجان تأتي دائما للتغطية على ثغرات وتسد ثغرات التصريحات الأمنية السابقة، وتحاول أن تلملم الأمر بشكل ما، وبالتالي توضعه على أقل سقف من العقوبات، وتبعد الدولة ومؤسساتها عن هذه الجريمة وغيرها. أستاذ عبد الله، يعني شكك ذو المغدورين بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالتحقيق في المجزرة، وأيضا شككوا بمدى شفافيتها، لكن كيف يمكن قراءة موقف الأهالي ويعني مدى ثقتها بالحكومة وقواتها الأمنية مستقبلا؟ يعني عامل ثقة ما بين المواطن العراقي بشكل عام والحكومات المتعاقبة يعني مفقود نهائيا، ولا يوجد يعني روابط ثقة ما بين المجتمع وما بين الحكومة. فبالتأكيد من حق المواطن العراقي وخصوصا ذوي الضحايا أن يشككوا بكل ما تقوم به السلطة. السلطة بدأت بحجج متناقضة غير صحيحة وغير سليمة، تدل على استهانتها بكرامة المواطن العراقي ودمه. فبالتأكيد المواطن العراقي لا يثق بها ولا يثق بأي لجنة، لأنه لم تثبت أي لجنة تحقيقاتها لصالح المواطن العراقي. 800 شهيد لم يثبت حق أي أحد منهم. عبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.